عليكم متتبعي القناة ديالي، نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا انا دخلت لكم ديريكتومون في الفيديو. الفيديو ديال اليوم اللي غادي نهضر فيه على المطابخ، انواع المطابخ، الحوايج اللي اساسيه وضروريه تكون في اي مطبخ، والمعايير اللي خصنا ناخذوها بعين الاعتبار قبل ما نبنيو المطبخ ديالنا. كل شيء هذه المعلومات هذه غنشوفها معكم في هذا الفيديو هذا، باش اللي كيهمها الامر اللي كتبني، الناس اللي كيفكروا باش يعاودوا الاصلاح ديال المطابخ او اللي يعاودوا يديروا مطبخ عصري، هذا الفيديو غادي يفيدهم بزاف بزاف. نبغي نقول لكم تبعوني للاخر، كاينه معلومات مهمه باش نحصلوا على مطبخ عملي وفي نفس الوقت ديكوراتيف. وبديت لكم هنا البنات بهذه الصوره اللي حطيت، شوفوها مزيان. هذه الصوره اللي كتلخص لينا جميع انواع المطابخ، كيف ما كتعرفوا كل مطبخ والفصاله ديالو. هذه الانواع اللي كتلخص لينا في 6 الانواع ديال المطابخ، اللي فيها المطبخ الطولي، المطبخ المتقابل، والمطبخ على شكل ال، ومطبخ على شكل او، ومطبخ اللي بالجزيره. اذا غادي نشرحوا كل نوع على حده، خليكم معايا. وأول نوع غادي نبداو به هو المطبخ الطولي. شنو هو المطبخ الطولي؟ المطبخ الطولي هو اللي تيجي على شكل بياس واحدة أو لبوتاجي واحد مجموعين فيه القطع كاملين. ملي تنقول القطع يعني كنقصد بهم ليفيي، الفران أو البوطة والثلاجة، يعني هاد لي بياس اللي ضروري خصنا نحترموهم في أي مطبخ كيف ما كان الشكل ديالهم، بحيث كيكون عندنا واحد المثلث الوهمي اللي كنديرو حنا في بالنا. هاد المثلث الوهمي اللي خصنا يكون عندنا توازن بين البلاصه فين كنحطوا لابلاك والبلاصه فين كنحطوا الثلاجه وفين كنحطوا ليفيي، باش كنقدروا نتحركوا في الكوزينه على راحتنا. اذا بالنسبه لهذا النوع ديال المطبخ الطولي اللي قلت لكم كيجي في بياسه واحده او لا في بوطاجيه واحد، هذا ما تلقاوش فيه نهائيا هاد الاشكاليه ديال المثلث الوهمي، لان القطع كامله تتكون في بياس واحده وتيكون عملي بزاف، بحيث تيكون ليفي حدا البوطه والثلاجه كتجي في الجنب، يعني ما تيكونش فيه شي مشكل. حاجه واحده بالنسبه لهذا المطبخ الطولي اللي هو نردوا البال مع البوطه مع ليفيي، نحاولوا نخليو واحد المسافه بين البوطه وبين ليفيي، بحيث الا كنا كنطيبوا شي حاجه اولا هذا تنبغيو نهزو من البوطه وتيخصنا واحد البلاصه حدا البوطه فين نحطو، دونك ما نديروش البوطه حدا الماء. هذا من ناحيه، وحتى من ناحيه اخرى بالنسبه للماء ما كيجيش حدا البوطه حدا العافيه، باش ما لقاوش اشكال نخلي واحد المسافه بيناتهم. وعموما هذا المطبخ الطولي عملي جدا. امتى كنقدروا نديروا هذا المطبخ الطولي؟ كنديروه الا كانت عندنا مساحه ديال المطبخ صغيره بزاف او لا صغيره ومفتوحه على صاله مونجي او لا سيجور. وغادي نجيو النوع الثاني ديال المطابخ اللي هو مطبخ على شكل ال. هذا المطبخ اللي كنستعملوه ملي تيكون عندنا مساحه زايده شويه، واهم حاجه خصنا نحترموها في هذا النوع ديال المطابخ هو المثلث الوهمي اللي قلت لكم عليه قبيله، بحيث هذا المثلث كيخص يشكل لنا واحد التوازن بين البلاصه فين كنحطوا ليفيي وبلاصه فين كنحطوا البوطه والثلاجه. علاش تنأكد لكم على الثلاثه ديال هاد القطع؟ لانهم الاكثر حاجه اللي كنستخدموا في المطبخ ديالنا، بحيث خص يكون توازن، يكون قراب من بعضياتهم، جهه فيها لابلاك وجهه فيها المغسله او ليفيي، وبحيث يكونوا قراب لبعضياتهم نقدر نتحرك في داك المثلث الوهمي وانا مرتاحه وانا تندير شغالي مرتاحه، بالاضافه للثلاجه، لان كيف ما قلت لكم هاد 3 بيس اللي هما كنستعملوا بزاف، يعني الثلاجه نقدروا نجبدوا منها، كنبغيو البوطه تكون قريبه نطيبو، كذلك المعن باش يتغسلوا حتى هما يكونوا قراب. دونك هاد المثلث الوهمي اساسي بزاف في التصميم ديال المطابخ ديالنا، سينو الا ما احترمناهش تيكون عندنا واحد المشكل مع الدوام، كنوليو نشقاو في هذاك المطبخ وحنا ما مرتاحينش اولا معذبين.
وصلنا النوع الثالث من المطابخ. هذا النوع اللي تيكون هو المطبخ المتقابل، كيف ما كتشوفوا معايا هذا المطبخ اللي تيكون من جزئين، جوج بوطاجيات واحد مقابل الاخر. فهذا النوع ديال المطابخ حتى هو ضروري نحترموا المثلث الوهمي اللي قلت لكم عليه، بحيث نختاروا فين ما بغينا نحطوا ليفي او لا البوطه او لا الثلاجه، عندنا اختيار كبير. حاجه واحده اللي خصنا نراعيو ليها هذه المسافه اللي كتكون بين بوطاجي وبوطاجي، اللي ضروري نحترموها في مترو وعشرين، ما تكونش قل وما تكونش كتر. بالاضافه للحوايج اخرين بحال مثلا لابلاك بلاصه العافيه نخليو فيها البوطه والفران يتعزلوا، وبالمقابل البلاصه اللي مقابله ليها نديروا فيها ليفيي، ونقدروا نديروا فيها ماكينه ديال المواعن، يعني نجمعوا المسائل العافيه بوحدهم والمسائل الماء بوحدهم. هذا بالاضافه اننا نلعبوا على لي زاكسسوار اللي تيكونوا حدا هاد لي بيس هادو، بحال كيف ما كتشوفوا العلاقه ديال المواعن فين كينشفوا المواعن. بالنسبه للبوطه ندير نحاولوا نفكروا البوطه والحوايج اللي كنحتاجوا باش نطيبوا، بحال داك الجر اللي كيكونوا فيه دوك الوسائل باش كنطيبوا كذا. عموما هذا النوع ديال المطابخ تيكون حتى هو عملي جدا، وكنقدروا نديروه بالنسبه للمساحه اللي كتكون عندنا كبيره وتيكون العرض اكثر. وصلنا للنوع الرابع من المطابخ اللي هو مطبخ على شكل U. كيف ما كتشوفوا هذا المطبخ هذا الشكل كنستعملوه في المساحه اللي تكون عندنا كبيره. هذا النوع الى احترمنا فيه المثلث الوهمي فتيجينا زوين، ما يجيوناش لي بياس من بعدين. هذا النوع ديال المطابخ لافونتاج اللي فيه هو ان تيكون فيه اماكن تخزين اللي هي كبيره، وكيجي حتى عملي وفي شكل مزيان. وصلنا للنوع الخامس من المطابخ اللي هو كتكون فيه هذيك الطبله مبنيه الوسط، الشكل ديالها بحال لي بلاكار تاع لا كويزين. هذا النوع ديال المطابخ كنسميه مطبخ بجزيره، هذيك الطابله الوسطانيه اللي كتسمى الجزيره. هذا النوع من المطابخ ما يلقش الا في المساحات اللي تتكون فعلا كبيره، يعني المطبخ ضروري يكون كبير، والا درنا في مساحه صغيره غادي يجينا مشارجي ومزاحم. دونك هذا النوع من المطابخ كيجي زوين، علاش؟ تيكون فيه مساحات كثيره للتخزين، بالاضافه تيكون نقدروا نستقبلوا فيه الضيوف ديالنا، يعني كيكون مطبخ بالاضافه لمكان لاستقبال الضيوف، علاش لا. بالنسبه لهذيك الجزيره كاين الناس اللي كيديروا فيها ليفيي او اللي كيديروا فيها لابلاك ديال الطياب. انا بالنسبه ليا ما كنفضلش هذه القضيه، واخا في الديكور كتجي زوينه ولكن ماشي عمليه، ماشي عمليه، ان هي ديكوراتيف اكثر ما عمليه. وهنا انا حطيت لكم بعض الاخطاء اللي كان وقعوا فيها ملي كنبغيو نديروا لابوز ديال هذوك الصنادق اولا لي بلاكار ديال لا كويزين ديالنا. كاينين بزاف ديال الاخطاء، منهم هادو اللي حطيت لكم هنا. بارفو ما كنردوش ليهم البال، اولا الناس اللي كيخدموا لينا ما كياخذوش بعين الاعتبار هاد المسائل هادي. دونك هادشي شي حاجه اللي مهمه باش تكون عندنا واحد لا كويزين لي براتيك واللي مرتاحين فيها واللي عمليه. هادشي علاش ضروري نردوا البال من هاد المسائل اولا هاد الاخطاء باش ما نطيحوش فيها، لان حتى شركات كبار اللي مختصين في هاد الكويزين وفي هاد الاخطاء هادو، يعني تيكون الديكور ولكن ما تتكونش لا كويزين اللي محترمه دوك المعايير ديالها واللي عمليه. وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا معايا. بالنسبة للمطابخ ففيهم بزاف المسائل مازال غادي نهضروا عليها وغادي نناقشوها. بالنسبة للمطابخ باقي غادي نحط فيديوهات اللي غادي نهضر فيهم على لي ماتيغ باش تنقدروا نصايبوا لي كويزين. بالنسبة للفرق بين الخشب بين الالومنيوم وبين دي ماتيغ اللي بانوا جداد. دونك اللي عجبو الفيديو نتمنى يخلي لي تعليق ويدير لي لايك. بالنسبه للناس القدام تنقول لهم شكرا على التتبع ديال لي فيديو ديالي، والناس الجداد بغي نقول لهم مرحبا بكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.